نظمت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة فعالية مؤتمر صحتي التاسع تحت شعار نحو حياة صحية، وسط مشاركة قادة وممثلي عدد من كبرى المؤسسات والجهات الصحية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب أكثر من 40 متحدثا من أبرز الخبراء والمختصين في مختلف المجالات الصحية. تثقيف ووقاية وإيصال رسالة مفادها بأن الصحة العامة هي رأس المال وضمان استدامة المجتمع، هو ما جاء لأجله مؤتمر صحة التاسع، والذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الشارقة على مدار يومين تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس. وقد شهد اليوم الأول سعادة الدكتور عبد العزيز المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة. نظمت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي مؤتمرها الصحي التاسع تحت شعار نحو حياة صحية. هذا المؤتمر الذي تناول 4 محاور أساسية حول الصحة الجسدية والصحة الرقمية والنفسية والبيئة الداعمة، تخلل المؤتمر نخبة من المتحدثين من داخل وخارج الدولة الذين طرحوا أوراق عمل متنوعة حول المحاور والقضايا التي نتمنى بإذن الله تلقى وتحقق أهدافها في نشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع. مؤتمر صحتي من المؤتمرات القوية جدا، يعقد من قبل المجلس الأعلى شؤون الأسرة بالتعاون مع جامعة الشارقة، وخاصة جامعة الشارقة وفيها المجمع الطبي اللي يعد أكبر مجمع طبي في منطقة الخليج من ناحية الكليات الطبية والعلوم الصحية وكلية طب الأسنان والصيدلة، زائدا مستشفى الجامعة ومستشفى الأسنان، إضافة إلى المختبرات البحثية والمختبرات الكلينيكية، وبالتالي أصبح هذا المجمع الطبي من المجمعات المعروفة وموجود على الخارطة العالمية. عدد من القضايا الصحية المعاصرة ذات الصلة بتعزيز جودة الحياة الصحية يتناولها مؤتمر صحة التاسع، من أبرزها أسس تغذية كبار السن وأخطار الخمول البدني والتحول الرقمي في اللياقة البدنية، وأبرز أنماط الحياة الصحية للوقاية من السرطان، إلى جانب مواضيع الإدمان وتأثيره على نمط الحياة ومخاطر التنمر والعنف وتداعياته على تعزيز الصحة النفسية للأطفال وسبل الحد من الإدمان الإلكتروني. مؤتمر هذه طبعا النسخة التاسعة منه، وأنا لي شرف أني كنت شاركت في أكثر من نسخة، يمكن هاي ثالث أو رابع مرة أشارك في المؤتمر، وأشوفه حقيقة أن كل مرة يعني تطور أكثر وأكثر، بجلسات أكثر تنوعا، بمشاركين من جدد من دول جديدة، وأيضا المعرض والجمعيات اللي لها علاقة بالصحة أو بالأمراض خلينا نقول اللي هي تقع تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. طبعا على رأس هذه كلها تأتي سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وإدارة التثقيف الصحي، وهذا يعكس يعني مدى التعاون والتكامل والتكاتف بين هذه الجهات كلها وجامعة الشارقة، فنشوف ان في شراكة حقيقية يعني على ارض الواقع وليست شراكة نظرية. هذا وصاحب المؤتمر مشاركة الجهات والشركات الصحية التي لها الدور في تعريف طلبة الجامعة والمهتمين بأنماط الحياة الصحية من خلال تقديم المعلومات التوعوية والتثقيفية في مجالات التغذية الصحيحة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتشجيع المشاركين على ممارسة الرياضة بشكل مستمر. للمضي قدما نحو حياة صحية ومجتمع خال من الأمراض المزمنة، جاء هذا المؤتمر ليناقش أهم التحديات الصحية ويسهم في إيجاد حلول مناسبة للصحة العامة من خلال الجلسات والورش العلمية المهمة. لأخبار الدار سعود الكتبي الشارقة.